بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. النهارده ونحن نتجول سويا في بستان الحكم والامثال، وقلت لكم من قبل احبائي الكرام ان الحكمه ضاحت المؤمن او المسلم ان وجدها عمل بها. الحكمه ضالت المؤمن او المسلم ان وجدها عمل بها. ونحن مع الأمثال نتعلم ونتعلم لكي نبني إطارا تربويا واضحا متفاعلا. إطاره وشعاره موضوع اليوم. أرحب بكل من يشارك معي الآن وكل من يدخل معنا ضيفا عزيزا كريما للمرة الأولى، وكل من ينتظم معنا في اللقاءات السابقة. حديث اليوم أحبائي، فماذا نعني بالمودة؟ ما معنى المودة؟ وما قيمة ومعنى ودلالة الآية الكريمة في كتاب الله وجعل بينكم مودة ورحمة بمفهوم السكينة والاستقرار؟ وماذا قال المفسرون في هذا المعنى؟ لماذا نحن في حاجة في مجتمعاتنا إلى المودة؟ وهل انسادت المودة في مجتمع من المجتمعات ساده وسيد عليه الإبداع والأمن والسكينة، وغلب عليه أيضا عمق الذكاء، وسيطر عليه ما نسميه بمهارات الاتصال، وغلبه مفهوم العطف والرحمة والشفقة؟ هل هذه دلالات فنقف عندها؟ مهم مش كده ولا ايه؟ طبعا. اذا لفظ المواد ابتداء عندما نتعامل معه لابد وان نقف امام معناه اللغوي الاصطلاحي، ثم بعد ذلك نتعامل معه ايضا معناه الادرائي. ماذا تعني المودة في علم النفس؟ ولماذا نحن مدارسنا ونحتاج اليها في بيوتنا، نحتاج اليها في مجتمعاتنا، ونحتاج اليها في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ونحتاج اليها بين العلاقة بين الناس العوام الشارع والجامع والنادي في كل مكان؟ لماذا نحتاج إلى هذه القيمة الكبرى التي أردت أن يكون حواري مع حضراتكم اليوم مرتبطا بها في هذا المفهوم؟ عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي جميعا على رسول الله، اللهم ارزقنا زيارته، اللهم امين، المرء مع من احب، المرء مع من احب. عندما يقال ان الحب اعمى، وعندما يقول البعض حبا وكرامه، وعندما يقول البعض ايضا اول الحب عتاب، وعندما يقول البعض عين المحب كليله، وعندما يقول البعض ايضا لا محبة مع مراء، وعندما يقول البعض احنى من الوالدة، وعندما يردد البعض من يحب لا يحرم، وعندما يكرر البعض ايضا فراق الاحباء، وعندما يقول البعض احباء الكرام الكريم يود الكريم، وأنقى الحب أحبائي الكرام هو حب الله. المودة
المواد، عنوان وقيمة ومعنى، لها دلالة كبيرة جدا نحتاج إليها. هذا هو سؤالي الأول لحضراتكم، إلى أي مدى نحتاج إلى المودة في مجتمعنا وفي حياتنا؟ السؤال ده ليكم، ولماذا؟ تعالوا معايا بقى واحنا نتأمل أهداف هذا اللقاء بعد هذا التقديم. من المتوقع بعد الانتهاء من دراسة الموضوع أن يصبح المشارك اللي هو حضراتكم والمستمعين إن شاء الله اللاحقين للمادة على اليوتيوب بإذن الله، ربنا يكرمها كده وتبقى موجودة على اليوتيوب بعد شهر، يتعرف على مفهوم المودة، يتعرف على مفهوم المودة أو معنى المودة ابتداء اللغة، ثم مفهومها ودلالتها في القرآن، ثم أهميتها في حياة الإنسان، ثم يستنتج ثمار المودة في حياة الأمة، ثم يتعرف نماذج من الحكم والأمثال حول المودة، ثم يقدر قيمة المودة في حياة الإنسان. دي أهدافنا النهاردة. والله ممكن نطلع بهدفين، مش كده يا محمد يا عادل؟ ممكن نطلع بثلاثة، ربنا يكرمنا، أو بأربعة أو بخمس أهداف، المهم ربنا يمن علينا بيه هنعرفه إن شاء الله. طيب محمد بيقول نقلا، يعني المودة هي المحبة، ووددت الرجل أوده أوده ودا إذا أحببته، والحب هو الإنجذاب العاطفي من المحب نحو المحبوب، فالمودة هي نوع من انسجام وتعاطف وميلان القلب، ومودة أهل البيت عليهم السلام تعني التعلق القلبي والانسجام معهم والميلان إليهم عليهم السلام، والتعلق القلبي هو أعمق من مجرد التعلق العلمي الذي لم يتجاوز. أنت بتتكلم هنا على مودة أهل البيت و ماشي، كلام جميل. رحنا على الصوفية بقى، التصوف بقى والشغل الجميل. مودة اسم مصدره ودة، بينهم مودة أي محبة ووئام في سورة الروم، وجعل بينكم مودة ورحمة يا خديجة، وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة في التعريف كتاب أو كتب، إيه رأيكم بقى؟ ده أهو مفهومة، المودة كتاب أو كتب، بعض التعريفات احنا واخدينها اهو، ود بينهم مودة أي محبة ووئام، وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب في علم النفس بقى إيه أكرم؟ شعور بالانسجام بين شخصين أو أكثر، ينبع من الاحتكاك الاجتماعي والعاطفي الدائم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا لبين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، صح ولا لا؟ كلام جميل. يبقى إذا عرفنا المودة في اللغة هي اسم مصدر ودة، الرحمة، الحب والوئام، انسجام وتعاطف من خلال الاحتكاك الاجتماعي والعاطفي الدائم. ده كلام حلو قوي، لا أحد على ذلك ولا ننقص، ان احنا بننقل من المعجم نصا، والمعاجم هنا بتعلمنا. والله يا اكرم، مودة الكتب تفتقدها امة اقرأ التي لا تقرأ، معلومة رائعة جميلة. ايوه، بسم الله الرحمن الرحيم،
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. هنا بقى يقول صاحب الظلال سيد قطب، شهيد سيد قطب رحمة الله عليه، والتعبير الآن اللطيف الرقيق يصور هذه العلاقة تصويرا موحيا، وكأنما يلتقط صورة من أعماق القلب وأغوار الحس، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقا للآخر. ما ينفعش ده يقلد ده وده يقلد ده، ما تنفعش. ملبيا لحاجته الفطرية نفسية وعقلية وجسدية، بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار، ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفاء والمودة والرحمة، لأن تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخر وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد. هكذا قال وكتب وسجل صاحب الظلام. تعالوا بقى نشوف شيخ شعراوي ماذا قال في هذه الآية. انتم مركزين معايا ولا لا؟ احنا بنقرأ اللي اتقال يعني. يقول الشعراوي رحمة الله عليه: لو تأملنا هذه المراحل الثلاث، يعني السكن، المواد، الرحمة، لوجدنا السكن بين الزوجين حيث يرتاح كل منهما إلى الآخر ويطمئن له ويسعد به ويجد لديه حاجته. فإذا ما اهتزت هذه الدرجة نفر أحدهما من الآخر، جاء دور المودة والمحبة التي تمسك بزمام الحياة الزوجية وتوفيهما قدرا كافيا من الحب. فإذا ما ضعفت ما ضعف أحدهما عن القيام بواجبه نحو الآخر، جاء دور الرحمة فيرحم كل منهما صاحبه، أي يرحم ضعفه ويرحم مرضه، وبذلك تستمر الحياة الزوجية ولا تكون عرضة للعواصف في رحلة الحياة. فإذا ما استفدنا هذه المراحل، فلم يعد بينهما لا سكن ولا مودة ولا حتى رحمة، فقد استحالت بينهما العشرة، وأصبح من الحكمة مفارقة أحدهما للآخر، وهنا شرع الحق سبحانه وتعالى الطلاق ليكون حلا لمثل هذه الحالات، ومع ذلك جعله ربنا سبحانه أبغض الحلال حتى لا نقدم عليه إلا مضطرين مجبرين. ده التفسير بتاع الشيخ الشعراوي لهذا الأمر ولهذه الآية. البعض يعني يتفق مع التفسير الأول والتفسير الثاني، والبعض يختلف نسبيا في درجة الأمر، فيقول أن السكن ليس سكن للزوجة وإنما السكن والزوج وإنما هو سكن للزوج، بينما المودة والرحمة عند الاثنين يجب أن تكون موجودة إلى آخره. المهم في النهاية التفسير واضح هدفه من المفردة من كلمة مودة، أمر مهم جدا علينا أن نعيد. تعالوا بقى مع بعض نشوف كده البيل ده. كما أنك لا تبحث عن الماء في الصحاري القاحلة، ما في الصورة يبقى النت عندك ضعيف، ربنا يكرمك ويتولاك برحمته يا محمد. نعمل ايه بقى؟ بعت لك معونة. الصورة دي جميلة قوي، الأجمل العبارة: كما أنك لا تبحث عن الماء في الصحاري القاحلة
إياك أن تبحث عن المودة في النفوس البغيضة. إيه رأيك يا حاج محسن في الكلام ده؟ كويس؟ مركز أنت معايا ولا لأ؟ ما معنى البغيضة؟ البغيضة النفوس التي تبغض الآخرين، التي تبغض الآخرين، البغض والفحشاء والمنكر. أيوة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، البغض، الكريهة الفاسدة. أكرم بيقول أهو. إياك أن تبحث عن المودة في النفوس الفاسدة المريضة، مش هتلاقي عندها هذا الكلام، لأنه كاره لنفسه، وبالتالي كاره لغيره. مساءكم مودة وصباحكم مودة. ورقة النعناع دي كويسة قوي، اللي في الشاي بالنعناع. المودة أيضا كما قلت قرابة مستفادة، وكما يقول نظارة الحب عمياء، وبقدر ما نحب نحب، قدر ما نحب نحب. تعالوا بقى نشوف اللوحة الجميلة دي. ركزوا معايا يا أحمد، يا هبة، يا محسن. محسن ما بردش عليا، ما اعرفش ليه. يا هاكر، بشوف مين اللي جالنا جديد. يا احمد، يا محمد، يا محمد، يا سهير، يا وائل، معايا؟ طيب، انتوا ناس جميله قوي، بارك الله فيكم. لازم الواحد يهتم بالرعيه كده كل شويه، يطمئن عليه. امال ايه؟ افضل القلوب قلب لا يغيب عنه الصدق، كده ولا ايه؟ افضل القلوب قلب لا يغيب عنه الصدق. ايوه، افضل القلوب قلب لا يغيب عنه الصدق، وافضل الناس شخص لا ينساك لانه يحبك في الله، وافضل الايام يوم يمر بك بلا ذنب، وأفضل هدية دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. أفضل هدية دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم، دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. يبقى أفضل القلوب قلب لا يغيب عنه الصدق، وأفضل الناس شخص لا ينساك لأنه يحبك في الله، وأفضل الأيام يوم يمر بك بلا ذنب، وأفضل هدية دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. ماشي الحل؟ كلام حلو يا أحمد، أنت ممتاز والله، أنت ممتاز. هنيئا لمن له شخص يدعو له في الخفاء وفي ظهر الغيب. كلام جميل، الدعاء بظهر الغيب حاجة جميلة جدا. يبقى إذا قلب لا يغيب عنه الصدق، أفضل الناس شخص لا ينساك لأنه يحبك في الله، وأفضل الأيام يوم يمر عليك بلا ذنب، وأفضل هدية دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. الله، ما أجمل هذه الكلمات وما أروعها. من أروع العلاقات علاقة لا سبب لها ولا حاجة بعدها ولا مصلحة متوقعة إلا للشوق والمودة. يا سلام، شفت بقى إزاي؟ كالحب في الله ولله. بعدين جايب صورة الأسد وزوجته،
واكيد انتوا شفتوا بقى شفتوا فيلم الاسد الملك سيمبا. ايوه شاطر يا اخ، ممتاز. ابو شوفوه، لان ده بيجسد حاله الرحمه والتسامح، وبيجسد حاله الصراع والصدام في الامه، وبيجسد النفس الضعيفه والنفس السويه اتنين مع بعض. مش كده ولا ايه؟ عارفينه؟ عارفينه ولا لا؟ بيجسد الموده، بيجسد الكراهيه. ايوه فاضل قد ايه ونخلص؟ بالله عليك، الله يسامحك يا محمد، فاضل قد ايه ونخلص؟ تزوت مننا ولا لسه داب؟ ايه ونخلص؟ يعني خلص خلص روح يعني ولا ايه؟ أنا لا لسه داخل. ماشي، أهلا وسهلا. فاضل لسه داخل يقول السلام عليكم، ازيك يا خديجة أخبارك إيه؟ ازيك يا بتاع الدعم، أنا لسه داخل معاكم، أخبارك إيه يا دكتور؟ ربنا يبارك فيك ويديك الصحة، جزاك الله خيرا. إنما فاضل قد إيه ونخلص؟ يعني رسالة كده واحد أول ما يقراها يظن إنه إيه؟ واحد شال شنطته وعايز يسيبنا ويمشي. أيوه خليك حلو كده، امال ايه؟ وائل ضحك اهو على طول، جميل اوي. من اروع العلاقه، لا سبب لها ولا حاجه بعدها ولا مصلحه متوقعه الا للشوق والمواد. واحنا عدنا في مجتمع للاسف الشديد لما يبقى العدل غائب والامان غائب، الامان النفسي والامان المعنوي، تحدث عن لغه المصالح والمطامح والعلاقات والإفساد في الأرض وأصحاب العروش والكروش والإفراط والاستعباط وغيرها من المفردات اللي للأسف الشديد بتخرج خارج دائرة المودة، واللي بيدخل في هذه الدائرة يقولوا عليه أهبل أو أبلة، أو مش عايش في الزمن ده، أو طيب أكتر من اللازم. ليه؟ لأنه هذه المفردات عند الناس دي ما بتأكلش عيش. كان عيش سعادتك وسيادتك وجنابك ومعاليك عشان يشغلوا معاه او ياخدوا معاه، انما بقى غير كده ما ينفعش. يقول لك شوف لهبل، طيب الغلبان ده. طيب تعالوا بقى مع بعض، احترم او احترم، احترم تحترم، تصدق ترزق، ابتسم تؤجر، تواضع ترفع. شفت بقى ازاي؟ تصدق ترزق، ابتسم تؤجر، تواضع ترفع. احنا عندنا حلقه عن التواضع، حلقه عن التواضع، حلقه عن الابتسامه، حلقه عن الصدق، مش كده ولا ايه؟ وبين حلقه عن الصدقه كمان، ودينا في كل الحلقات بنتكلم عن الاحترام. يعني ارفع رأسك فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده كويس قوي، ارجعوا راجعوا الكلام ده. هنا بقى الحب في الله، حب في الله أرواح تحلق نحو الجنان، عطاء بلا حدود، نصح بلا قيود، أسوار تتحطم وحواجز تنكسر. الحب في الله حياة القلب وحياه، اللهم اجعل تواصلنا مستمر ومحبتنا فيك لآخر العمر. كلام جميل حلو، له دلالة كبيرة جدا. هنا بقى الرسالة اللي كنت بتكلم عليها من شوية، الآن في واقع المجتمع المنفلت المتسيد، المجتمع اللي فاقد لقيمه الأصيلة، المجتمع اللي بينسلخ من قيمه كما تنسلخ الكوبرا من ردائها أو من ثيابها. تروح كده تزور حديقة الحيوان وتدخل قسم التعابين، أعاذنا الله وإياكم من تعابين الدنيا والآخرة، تلاقي ايه؟
حاطين شجر كده، وعلى الشجرة، على فرع الشجرة تلاقي جلد التعبان متعلق، صح ولا لا؟ بيغيروا جلدهم. البعض يفسر أدبك على أنه خاوف، في ناس من أدبها الناس تقول ده خايف لأنه مؤدب، يعني لأنه لا يعرف المودة بدون مقابل، هو عايز مقابل مصلحة يعني، ها؟ يتودد لأستاذه عشان مقابل، يتودد لشيخه عشان مقابل، يتودد لرئيسه في العمل عشان مقابل إلى آخره. والبعض يفسر طيبتك أنها غباء لأنه لم يتعود إلا على سواد قلبه. شفت بقى إزاي؟ قلبه أسود هتعمل له إيه؟ قلبه. القلوب تصدأ وإن جل القلوب ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صح قائل؟ أيوة. اصبر ترزق، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم أمين يا رب. البعض يفسر أدبك على أنه خوف لأنه لا يعرف المودة بدون مقابل، وده في عالم المصالح موجود. والبعض يفسر طيبتك على أنها غباء لأنه لم يتعود إلا على سواد قلبه، قلبه أسود، فتستنى منه إيه؟ أنت طيب وجميل معه وصادق ومتواضع ومؤدب، ولكنه لا يريد إلا مصلحته ويبحث عن المقابل. وأول ما تنتهي مصلحته يقول لك إيه؟ ضحكت من فرقه، ولا ما اعرفش بيسموها، المهم يعني لا تخجل من طيبة قلبك امام خبثهم، فالطيبة نعمة فقدها الاغبياء، والاغبياء كتار قوي مش كده ولا ايه؟ طبعا له مكان يا حاج محمد، له مكان، ملوش مكان ليه؟ ما هي المسألة ما هي السودة يعني قوي، في ناس كويس، تدور على الشبيه بتاعك وروح له. ولا ايه؟ الخير في وفي امتي الى يوم الدين، فلا تخجل من طيبة قلبك امام خبثهم، فالطيبة نعمة فقدها الاغبياء. فهنا بقى يا جماعة، يا محمد يا عادل، ما تزيدش في الحد، هنا بقى عندها حقد وما أكثرهم، وفي ناس عندها حسد وغل، والغل والحقد نتاج لسواد القلب ونتاج لضعف الإيمان. وهنا أكرم بيقول إيه بقى؟ بيجيب لنا حاجة جميلة قوي، أصحاب الأخلاق ينجذبون لبعضهم كما يفعل المغناطيس، والذباب بيتلم مع بعضه، والنحل الجميل بيتلم مع بعضه، ها؟ وفي فرق كبير جدا بين ده وبين ده، كده ولا ايه؟ الطيبة نعمة فقدها الأغبياء. الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يا سلام، الطيور على أشلها تقع. نعم، شفت هنا صورة جميلة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلى الله عليه وسلم. كلام جميل ده يعني انتوا الحلقة بتاع النهاردة دي قلنا جميلة جدا، وأفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ركزوا بقى في اللي جاية دي، ركزوا في اللي جاية دي، اللي ما عندوش يغمض عينيه ويتخيل ويحمد ربنا على نعمة البصر والبصيرة. لا يهدم المودة بين الناس إلا ثلاث: كثرة الخطأ، الكذب، وقلة الاهتمام. ركزوا وقولوا لي رأيكم ايه في الكلام ده.
لا يهدم المودة بين الناس إلا 3 حاجات: كتر الغلط وكتر الكذب وقلة الاهتمام. معادلة جميلة أوي، كل شوية يغلط فيك وكل شوية يكذب عليك وعلى طول الخط مش معبرك، يبقى فين المودة بقى؟ مفيش مودة، لا توجد هنا مودة. أما عندما يقل الخطأ وعندما ينعدم الكذب ويكثر الصدق وعندما يزداد الاهتمام، خلاص. الله، سيدنا علي بن أبي طالب يقول: تغيرت المودة والوفاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء. جميلة أوي. أيوة، ووائل: كثرة الخطأ تفقد الاحترام وكثرة الكذب تفقد الثقة والكلام الطيب يحفظ المواد. العبارة دي لو وقفنا قدامها ممكن نعمل عليها حلقة لوحدها. هنتكلم على الخطأ وأشكاله وأنواعه، هنتكلم على الكذب، هنتكلم على الاهتمام ودلالاته وأهدافه. بعدين أي حد في الدنيا يقول لك: من فضلك أعيرني الانتباه، أنا موجود هنا أهو، حضرني يعني. أيوه، مش كده ولا إيه؟ كلامه الطيب يحفظ المودة. يا سلام على الحاجات الجميلة وعلى الكلام الرائع، أنتوا ناس ممتازة ورائعة، مبسوط منكم جدا. والله. عشان كده الجاي الحلو الجميل ده، ايوه، اللي بيقول ايه: انتهت المصلحة فاختفى بعض الاصدقاء. الله. ايوه، اللي هو بيقولوا خلصت حتي من دارتي ولا كده يعني، مثل بتاع. ايوه، انتهت المصلحة فاختفى بعض الاصدقاء. العالم اللي هو الأفقين اللي بيجوا يرشحوا نفسهم للمجالس النيابية ولا مجال البرلمانات في الدول المتخلفة يعني، مش في الدول المتحضرة، وتلاقيه يجيب عجل ويذبحه وفي البيت بعد ما يلم الأهالي والناس يقول لك ربنا إلهي وانت جاي يطفحوه، ده عالم مقرفة، أنا بس أخلص لما أنجح وأديهم كلفوني قد كده، واول ما ينجح يروح يقعد في البتاع ده في شقته ولا في قصره، وما عادش يعبر اهالي الدايره بتاعته ولا يسال عنه. انتهت المصلحه خلاص. واشكال المصالح كثيره في المجتمع، مصالح كثيره جدا، والاصيل اصيل لانه تربيته تربيه اصيله، والود والصداقة والحب قيمة كبيرة جدا لا يعرفها إلا من تربى عليها. إنما اللي نشأ في بيت أو في أسرة أو في مجتمع اللي سبه لعبه، ده نموذج سيء لنفسه وللآخرين ولا يؤتمن، لا على شيء في المصلحة العامة ولا على وظيفة ولا على انتمائه للوطن ولا حتى على احترامه لنفسه للاسف الشديد. الكلام ده مهم. انتهت المصلحه فاختفى بعض الاصدقاء، ولا الكلام كويس. تعالوا بقى نشوف ايه بعض الامثله كده والحكم الجميله حول قضيه المواد. ماشي، انتوا مركزين معايا ولا لا؟ هبه، يا عائشه، يا مسلمه، يا هاجر، يا سهير، أين أنت؟ أيوه، عايز أسمع كده أشوف الناس دي. أنتوا ناس ممتاز، أيوه كده، ركزوا. المرء مع من أحب، وأول الحب عتاب. جميل. ولا محبة مع مراء. ما ينفعش حب مع المرائين أو المنافقين أو الدجالين أو الكذابين، ده بيحبش
ده نضحك عليك، استخف بيك، استخف قومه فأطاعوه، إن أريكم إلا ما أرى لا محبة مع امرأة. وفراق الأحبة بلاء، فراق الأحبة بلاء كده ولا إيه؟ والكريم يود الكريم، الكريم يود الكريم، بيوده يعني ويتواصل معاه، لأنه كريم. إنما اللئيم لا يود إلا اللئيم، اللئيم يود إن اللي زيه، ما يودش كريم أبدا كده. وأما الحب حب في الله، اجتمع على محبته وتفرق على محبته، أنقى الحب وأنقى حب، حب الله. وصورة المودة الصدق وليس الكذب، صورة المودة الايه؟ الصدق. والمحبة لا تعرف عمقها إلا ساعة الفراق، المحبة لا تعرفش عمق المحبة إلا ساعة الفراق. هذا فراق بيني وبينك، صورة المودة الصدق، وأفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وده سلوك المسلم، هو كده يحب في الله ويبغض في الله. ومحبة الأم لا تشيخ أبدا، محبة الأم عمرها ما بتشيخ ولا تهرم، ولكن تبقى في وجدان كل إنسان. الأم، محبة الأم لا تشير بدا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومودة الآباء قرابة الأبناء، مودة الآباء قرابة الأبناء، جميل. وإن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، ما يبقاش مقاوح ومناكف وعنيد ومقاوح وصليط اللسان ومنفر وغير مرغوب فيه، يبقى أي محبة هذه؟ إن المحب لمن يحب مطيع، نقطة ومن أول السطر. طيب، ومن أحب الشجرة أحب الفرع، اللي بيحب الشجرة يحب الفرع. يا سلام، تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، ثم تقديره واحترامه لكل من كان يعرفها صلى الله عليه وسلم محبة فيها. من أحب الشجرة أحب الفرع. جميلة أوي أوي. الحب يحكم دولته من غير سلاح. إيه ده؟ هو شبه الحكم، الحب بأنه حاكم وسلطان وأمير، يعني الحب هنا كأنه حب يدير الوطن ويدير الأمة. الحب يحكم دولته من غير سلاح، الله. يعني لو أن الدولة والوطن كله متحاب متآلف، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. مش كده؟ فالحب هنا بيحكم الدولة من غير سلاح. حاجة جميلة.
طب امال مين اللي بينفر بقى؟ الاعلام بقى بيدخل يشتغل شويه، اصحاب النفوس الخبيثه، المصالح، اصحاب الكراسي، اصحاب المناصب، كل واحد له مصلحه عشان يوقع ما بين الناس، والناس تكره بعضها، ونتحول الى جبهات، ونتحول الى احزاب، والى جماعات، والى فصائل متناحره، لا ده فاهم هو بيقول ايه، ولا ده فاهم هو بيقول ايه، ويغمى على الناس، والناس يسود فيما بينها البغضاء لانها بعدت عن الميثاق، وبعدت عن الاصل، وبعدت عن التحاكم بشرع الله وسنه حبيبه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالبغضاء منتشره، الشحناء منتشره، والخطا في الناس، وبالتالي لا حديث الا عن العنف والقسوه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لان الغلظة موجودة والقسوة موجودة والنفور موجود، ولا يوجد للرحمة مكان، وبالتالي بقت مشكلة كده ولا ايه؟ اكرم بيقول لي اللي انتوا بتقوموا بيه يا دكتور هو ده الاعلام، او الاعلام الحقيقي، نسأل الله. هو كده هو الاعلام، لانه النية الى خير. احنا نيتنا ايه؟ أنا وحضراتكم الآن نيتنا إيه؟ نيتنا الإصلاح وليس الإفساد، وليس لدينا رسائل ضمنية سلبية لهدم الأمة ولا هدم المجتمع، وإنما نسعى إلى إصلاح المجتمع من خلال التأكيد على القيم الإيجابية ونفي والنهي عن القيم السلبية للغير المرفوضة. مش بتكلم عن المودة، حد طايل يبقى في المجتمع مودة؟ في بشر، في شياطين إنس مش عايزين مودة، شغلتهم كده، لانه مش هيكسب من الشغلانه دي. هو عايز يقف زي ابليس كده ينفق في الناس عشان يوقع ما بينهم، ويقف هو في النص يتفرج عشان الناس ما يبقوش فاضيين للبحث عن الانتاج والعطاء والطاعه والطاعه في الله، الاخلاص في العمل، والنهوض بالوطن. لا، هو مش عايز ناس تنتج، ولا عايز ناس تضيف، ولا عايز ناس تشتغل. فأنا وقفت هنا لأن ده بصراحة مثل وحكمة جميلة أوي. الحب يحكم دولته من غير سلاح. الله الله على المثل ده، لو أو البسط ده لو خدتوه كده بعد الحلقة وشيرتوه كل واحد كده، محمد وأكرم وعيشة ومحمد وكل اللي معايا، أظهر الناس أحسنهم لقاء، أظهر الناس حبا أحسنهم إيه؟ لقاء. أظهر الناس حبا أحسنهم لقاء. مش بقول لك لاقيني ولا تغديني؟ محمد لاقيني ولا تغديني، صح؟ أيوه، مثل أهو شعبي، لقيناه في السكة وإحنا بنقول أظهر الناس حبا أحسنهم لقاء. مش يقابلك جوزه ملوي، او يتعالى، او يديك ظهره، او يقول لك خلص خلص عايز ايه؟ خلص يا عم الحاج، ده انا جاي لك من البلد، وابويا الحاج اكرم بعتني لحضرتك. يقول له مين اكرم ده يا ابني؟ يقول له ابن عمك في البلد. يقول له مين اكرم ده؟ ولا ابن عمي ولا اعرفه ولا شفت. ها؟ عايز ايه؟ خلص. انا مش فاضي. خلاص، يبقى ده كده بقى ان شاء الله. بس لا حديث الا عن انك تروح. اذا احب اخكم، اذا احب احدكم اخاه فليعلمه انه يحبه. الله، شفت هنا الـ 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 الاسلام يضع الجانب التطبيقي ويديك النموذج والمثال. اما تحب واحد قول له انا احبك في الله، واحد قول له انا بحبك. يا سلام، لو ان المجتمع تسود هذه الروح. ها؟ وبعدين ممكن واحد يقول لك ايه، طب يا دكتور انت بتقول اللي بيحب واحد يقول له بحبك، طب اللي بيكره واحد يقابله يقول له انت يا جدع انا بكرهك؟ ها؟ ولا ايه؟ لا، هنا بقى احبب حبيبك هونا هونا،
وابغض عدوك هونا هونا، فعسى حبيبك ان يكون يتحول الى عدو، الى عدو، وعسى عدوك ان يصبح في يوم من الايام حبيبا. يا سلام على المعادله الجميله. احبك الذي احببتني من اجله، انا احبكم اخي الحبيب. فاذا احب احدكم اخاه فليعلمه انه يحبه. هنا محبه بقى تسير على الارض. ومن احبك لغايه ابغضك في النهايه. الله، اخراج مين بقى ده؟ التتر بتاع الكلام كده جميل. من احبك لغايه ابغضك في النهايه. الله، جميل. حب المصالح، طبعا اتكلمنا عنه. مش انا بقول لكم دي دروس وعبر تربويه من الحكم والامثال؟ كل مثل بنقراه بناخد منه الدرس والعبره بعد ما عملنا التأصيل الجميل اللي عملناه. ايوه، كلام جميل. اذا احب الله عبدا حببه الى الناس. عشان كده ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. شفت بقى الكلام الجميل ده؟ ما كان لله دام. وإذا أحب الله عبدا حببه إلى الناس، وإذا أحب الله عبدا نادى في ملائكتي أو نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلان، فينادي جبريل في السماء، يا ملائكة الله إن الله يحب فلان فأحبوه، ينادي الملائكة في السماء على من، على أهل الأرض، يا أهل الأرض إن الله يحب فلان فأحبوه، فتوضع له المحبة في الأرض. وإذا كان الله يبغض العبد نادى يا جبريل إني أبغض فلان، فينادي جبريل في الملائكة، فتنادي الملائكة في السماء، ثم ينادي من في السماء أهل الأرض إن الله يبغض فلان فأبغضوه، ابغضوه، اكرهوه، فتوضع له البغضاء في الأرض. فبتلاقي ناس قبض، وتلاقيك ما انتش حاسس براحة لا في سلوكهم ولا في طلتهم ولا في مواقفهم، وتلاقيهم أناس أصحاب مصالح، إذا ما ظهروا في المناصب غابوا عنك، وإذا ما تدهورت حالتهم وانقطعت بهم المصالح اقتربوا منك. هؤلاء اعلم أن الله عز وجل قد وضع لهم البغضاء في الأرض. هؤلاء هم من تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما من وضعت له المحبة بين الناس فسهل جدا أن تجد الرعية والناس تحبه، ولا يشترط أن يحبه أهل الساسة أو غيرهم ابدا، دي المعادله. وانما المعادله ان يحبه البسطاء، الناس الطيبه الجميله اللي ليست لها مصالح ولا مطامح الا حبه في الله سبحانه وتعالى. ده كلام كويس قوي. يا احمد، يا محمد، يا علي، معانا يا احمد؟ ماشي يا ابو حميد. تقاربوا بالموده ولا تتكلوا على القرار. حلو قوي دي. يعني في ناس أقارب ورغم هذا ما فيش بينهم وبين بعض أي صلة. عارفين الصلة بتيجي إمتى بس؟ في عالم الواقع الذي نحياه. إذا لقى واحد من العيلة بتاعته اترقى، خد منصب في عالم المناصب الزائف والمزيف والمزيف الذي نعيشه، يقول لك شوف فلان ده قريبي والله. ده حديث مصالح وفشخرة، والقرعه بتتعمل بتتزين بشعر بنت عمتها ولا بنت خالها ولا بيقولوا عليها اي كلام، يعني فوتها عديها دي. فلا تتكلوا على القرابه، في حين ان الاصل في المنهج النبوي والمنهج الرباني انه القريب الفقير عليك ان تصبر وتنفق عليه من الزكاه، لان فيك تزكيه رحم. يعني انت في نفس الوقت بتنفق على من وفي ناس زي القرع. عارفين القرع؟ ما بتعرفوش، حد معانا ما يعرفش القرع؟
شجرة القرع كده بذرة. أيوة شاطر يا أكرم. القرع شجرة جميلة على فكرة، ورديها شكله جميل جدا، وأجمل ما فيها إنها بتثمر بسرعة وبتطلع قرع كتير. آه، والقرع بقى كبير قوي وكتير جدا في مجتمعنا. أيوة فاهمني أنت. تلاقيه معاه فلوس ومليونير، وبعدين سايب عيلته، سايب الناس أقربه غلابة يا عيني، مش لاقيين ياكلوا، ويروح يتفشخر بقى في الملتقيات والمنتديات ويتبرأ من أصله. فده نفسه خبيثة ومسلكه خبيث وغذي من حرام. أيوه، وعايز يعيش في جلباب غير جلباب أبوه وأهله اللي اتربى عليه. والنماذج دي موجودة في الأدب في قصص كثيرة جدا تستطيع أن تعود إليها معروفة، وفي دراما كثيرة جدا جسدت هذه الحالات، وفي النهاية نهايتهم بتبقى نهاية أليمة. أول ما بيموتوا الأشكال دي، والله الذي لا إله إلا هو، بيشحتوا ناس ويأجروا ناس عشان يروحوا يدفنوهم ويصلوا عليهم. تخيل بقى، والله العظيم بينزلوا يبعتوا ناس زي النضرجية كده، يشوف له 5 6 إن شاء الله يديهم فلوس عشان يصلوا عليه أو يجيبوا له. يعني بيبقى منظرهم حاجة، أعاذنا الله وإياكم من ميتة السوء ومن هذه الطباع السيئة، لأن ده عاش في الدنيا ملوش دعوة بالبشر ولا بالناس، وعاش بيتعالى على الآخرين، لا حديث عن المودة. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب. هو ده المنهج النبوي، انت ما انا مش عايز مقابل ده، انما هو ده الموجود للاسف الشديد. لا تتكلوا على القرابه وانما تقربوا بالموده. وهنا فاكرين الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. هو كده، مش انت ايه هم اصحابك بتروح لهم وبتيجي، وقرايبك ولاد عمك ولاد خالك مش عارف ايه قرايب مين، لا 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 لا، وانما الواصل من اذا قطعت رحمه. واحد اصلا رحمه مقطوعه فهو عم رايح واصل، هو ده الواصل اللي سبحانه وتعالى يعني بنى له بيتا في الجنه وأعطاه من نعمه ونفحاته يوم القيامة. ده كلام حلو قوي، أنا بقول لكم أنا مبسوط منكم جدا قوي يعني. أيوة طيب، خلص بقى الحلقة كده، طولت ساعة 9 و7 دقايق، مش الحلقات دي مش بتقعد نص ساعة بس، بتضحكوا علينا ليه؟ المودة بين الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها. شوف كده الاشرار، مغمض عينيك كده وتخيل واحد شرير في سلوكه، في تصرفه، في مؤسسه، في شركه، في نظام، في مكان، في شارع، في اي مكان، اشرار كتير. وشوف كده 2 اشرار، واول ما يختصموا ويقعوا في بعض شوف بيعملوا ايه في بعض. المودة بين الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها. ما بدهمش وقت المصالح بس، وقت المصالح، وقت المصالح بس فقط يشتغل، وأول ما تختفي المصالح عليه العوض ومنه العوض، مش كده ولا إيه؟ صح؟ أيوه هو ده الكلام. المودة بين الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها. خلاص؟ ده كلام جميل قوي. أيضا عكس الكلام ده بقى، مش كده ولا إيه؟ المودة بين الصين سريع اتصالها بطيء انقطاعها. الصالحين تلاقيهم دايما
الأرواح جنود مجندة، ما توافق منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، مش كده ولا إيه؟ عالم الأرواح ده حكاية، مش كده؟ فالمودة بين الصالحين اتصالها بطيء، انقطاعها أحبائي الكرام. أجمل ما في الحياة أن ترى محبة الناس في عيونهم، الله، جميلة أوي، رائعة. أجمل حاجة في الحياة إنك تشوف محبة الناس في عيون الناس. أجمل شيء. لأن أنا قلت لكم لا المناصب بتنفع ولا بتبقى، ولا الفلوس بتبقي، ولا الجاه ولا السلطان ولا المباني ولا كذا. لا يبقى إلا محبة الله ومحبة الناس. والرسول كان بيبص للجنازة كده وهي ماشية، إذا رأيتم الناس يسمعون فاعلموا أنه من أهل الجنة، وإذا لقيتوا الناس بيلعنوه راح وغارت مصيبة تخلف وراح مش عارف إيه، وتسمع الناس كده بتقول فاعلموا أنه من أهل النار. وجبت وجبت. قالوا وما وجبت؟ قال أما الأولى فأثنوا عليها أهل الجنة، وأما الثانية فذكروها بالشر فوجبت لها النار. فالحكاية مش لعبة، مفيش حد عايش لوحده، انت عايش مع ناس ومجتمع. اجمل ما في الحياة ان ترى محبة الناس في عيونه كده. لا، عايزين نخلص، عايزين كمان نقول حاجة يعني كويسة. مش بقول لكم انتوا ناس جميلة؟ اقول لك بقى ايه هنا. اجمل ما في الحياة ان ترى محبة الناس لك في عيونهم، ولذة الحب تدوم لحظة، ومرارة الحب تبقى مدى الحياة. ومن علامات الحب أن تقبل على حبيبك عند إدباره عنك. وقد يبيع الإنسان شيئا قد شراه، ولكن لا يبيع قلبا قد هواه. ويجب أن نحب الآخرين، ليس من أجلنا فقط، ولكن أيضا من أجلهم. والبعض يقول في مثل درجات المحبة ستة، اسمعوا الكلام ده: الموافقة، فالميل، فالود، فالمحبة، فالهوى. وصف أحدهم حبيبته بأن لها حكمة لقمان وصورة يوسف، نغمة داود وعفة مريم، ووصف نفسه ولي سقم أو سقم أيوب، وغربة يونس، وأحزان يعقوب، ووحشة آدم. ده كلام برضو كويس قوي. ما فيش صورة هنا، في صورة هنا، احنا خلصنا. ده انا اللي بقرأ ليكو يعني، انا اللي بقرأ ليكو. ايوة، انا بقرأ ليكو لان احنا خلصنا يعني. الحب يوجب شوقا، والشوق يوجب انسا، فمن فقد الشوق والانس فليعلم انه غير محب. الله، كلام جميل، كفاية عليكم قوي كده النهارده. والمرء مع من أحب، وأفضل الحب حب الله سبحانه وتعالى، والحب لا يعرف الخوف، ومودة الآباء قرابة الأبناء، وإن المحب لمن يحب مطيعه، ومن يحب كثيرا لا يصفح. والحب هو فوز الخيال على الذكاء. شكرا جزيلا لكم أحبائي الكرام، ألتقي بكم على خير. أدام الله علينا وعليكم الود والحب في الله، وغفر الله لي ولكم، وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته على طاعته دائما. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.